بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج منذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة بولادة أئمة أهل البيت عليهم السلام في شهر شعبان الخير كما يقول علماؤنا الأعلام لتطهير الماضي والسنة الفائتة كلها من الذنوب والمعاصي وما فوتت من الخير ولتامين القادم اي السنه القادمه من الان ان شاء الله تعالى بالمغفره والتوبه والرحمه وقضاء الحوائج والتسديد والزواج والشراء والبيع والى غير ذلك عليك ان تواظب على هذين الذكرين حتى ياتي شهر رمضان ان شاء الله تعالى ما هما هذان الذكران؟ أولًا هو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله من الإكثار منه في شهر شعبان. أولًا الصلاة على محمد وعلى أهل بيته، كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله، لأن الصلاة على محمد وآل محمد تغفر جميع ذنوبك، فتدخل شهر رمضان وأنت تملك صحيفة بيضاء لا ذنب فيها، تدخل شهر رمضان وأنت لا ذنب عليك، كأنك قد ولدت توا في هذه الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: "من صلى علي مرة لم تبقى من ذنوبه ذرة" فأكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. كذلك الذكر الآخر هو الاستغفار. لماذا لكي تستقبل العام القادم كله بالبركات والخيرات وقضاء الحوائج وكذلك مساله الرزق وسعه المعيشه لان الله سبحانه وتعالى قال في القران الكريم في مضامين الايات واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا اي كل ما تشتهي نفسك من الخيرات من قضاء الحاجات هو في ذكري أستغفر الله وأسأله التوبة فإذا أكثر من هذين الذكرين الشريفين ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وتستقبل شهر رمضان وما بعده بالخيرات وقضاء الحاجات برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام